طيب نطلع الان اذا على نفس الدائره هذيك بس راح نغير هون راح نحط فولتج راح نسكر السويتش راح نحط ريزيستر راح نحط كاباسيتر هون اول شيء راح اخذه هو هذا عندي في سي اوف تي بلس ماينس بلس ماينس هذا سي هذا ار وهذا عندي في هلا لما اطلعنا على الاندكتر ايش القانون الاول اللي حطيناه انه ما بصير ايش ما يتغيرش فجاه في الاندكتر كان شو اللي بيقابله الفولتج ايش اللي بصير شيء يتغير اذا الرول فولتج كانوت suddenly change across a capacitor. هذا السويتش راح يتذكر at time zero من هون. إذا عندي VC minus لازم يساوي VC plus. قبل السويتش ما سكر وبعد السويتش ما سكر لازم يظل موجود. لكن الكرنت بصير يتغير. إذا but current can change suddenly كاباسيتر يعني انه اي سي ماينس مش بالضروره انه يساوي اي سي بلس اوكي نطلع هون هلا اللي مطلوب منا هون نطلعه بدنا نطلع اول شيء في سي اوف تي از ا فانكشن اوف تايم هلا انا لازم اعطيك الانيشال كونديشن طبعا ايش الانيشال كونديشن المفروض اعطيك اياه في سي اوف 0 يساوي 0 فولتس شو راح يصير عندي في سي اوف انفينيتي بعد فترة طويلة جدا ايش راح يصير بالفولتج اللي هون؟ شورت سيركت يساوي الفولتج اللي هون اوبن سيركت فهذا يعني لما اسكر السويتش من هون راح يبدا هذا الكاباستر يشحن مش هيك؟ زي كانه على فكرة عندي تانك عم بعبي تانك ثاني وهون راح يبدا يزيد في النهاية هذا راح يوصل في فولت من هون راح يوصل في فولت كيف راح يتحرك بين القيمتين هذول؟ ايش التايم كونستنت تبع هاي السيركت؟ ار في سي ار في سي وايش وحدتها لازم تكون؟ سكندز ار اللي هي اوم وسي فاردز وبتقدر تثبت انه اوم فاردز بيساوي سكندز من هون فار سي اذا هاي المعادله راح تكون عندنا هلا في سي اوف تي بتساوي 1 ماينس اي تو ذا ماينس تي على ار سي في كابيتال بي راح يتغير بهذا الشكل واذا رسمناه بنفس الطريقه زي ما رسمنا هذاك رح ناخذ هذه هون تي هذه في سي اوف تي فولتس طبعا وحدتها وهذه هون سكندز القيمه النهائيه اللي بدها توصلها هي كابيتال في تبدا من زيرو لانه الانيشال كونديشن زيرو طبعا وهذا رح تتغير بهذا الشكل وبعد وان تايم كونستنت رح توصل 63% اوف كابيتال في تمام هلا شو اللي راح ناخذه زي ما عملنا هناك ايش راح اخذ الشيء الثاني اللي هو الكرنت راح ناخذ الكرنت فراح نيجي هون نطلع هلا اي سي اوف تي هلا قلنا اي سي اوف تي ممكن يتغير فجاه خلينا نشوف اول ما نسكر هذا السويتش الفولتج قبل الزيرو كان ايش زيرو شو لازم يضل بعد الزيرو زيرو اذا هذا زيرو حسب كي في ال انا سكرت السويتش فحسب كي في ال ايش لازم يكون عندي لازم يكون عندي الفولتج هذا بيساوي هذا الفولتج زائد هذا الفولتج هذا زيرو اذا هذا الفولتج بيساوي هذا الفولتج اذا الفولتج على اذا عار عليه الفولتج في قديش الكرنت اللي ماشي فيه في على اذا عندي اي سي اوف 0 0 بلس طبعا بتساوي في على ار شو القيمه النهائيه تبعت الكرنت لازم تصير زيرو لانه هذا بعد فتره طويله جدا راح يصير الفولتج هذا مساوي للفولتج هذا فلما بمشي باللوب لسه السويتش مسكر هذا الفولتج بيساوي هذا زائد هذا بس هذا صار مساوي لفي اذا الفولتج هون لازم يصير واذا الفولتج عبر الريزستر زيرو اذا الكرنت لازم يكون فيه زيرو اذا هذا زيرو اذا هو راح يروح من في على ار لزيرو وايش التايم كونستنت اللي راح يتبعه؟ نفس الشيء راح يكون خلينا
نرفعها ناخذ هاي القيمه، هاي القيمه من هون اللي هي V على R أمبير طبعا، وراح يوصل 37 بقيمته النهائية. إذن المعادلة تبعت I C of T يساوي V على R في E to the minus T على R C. هاي المعادلة اللي هون اللي تبعها الخط الأحمر اللي هون. Okay.